أثابكم الله وأحسن إليكم. المرسلة رمزت لاسمها بأمة الله عين عين ميم، بعثت عددا من الأسئلة تقول في أولها: ما حكم الذهاب إلى حفلات الأعراس ونحوها إذا كان بها مجموعة من المنكرات كنساء يغنين ويضربن الدفوف ويلبسن ألبسة غير لائقة ونحو ذلك من المنكرات؟ الذهاب إلى الحفلات أو إجابة الدعوات إلى الولائم إذا كانت تشتمل هذه الحفلات أو هذه الولائم على منكرات، الذهاب إليها لا يجوز إلا لمن يقدر على إزالة هذا المنكر. فمن كان يقدر على إزالة هذا المنكر فإنه يجب عليه الذهاب لإنكار المنكر، وأما من لا يقدر على إزالة هذا المنكر فإنه لا يجوز له الذهاب إلى هذه الحفلات، ولا تجوز له إجابة هذه الدعوة، لأنها دعوة إلى مشاهدة أو حضور المنكرات. نعم.